صباح الخير. اليوم رح نبلش بالإصحاح 11 من رسالة بولس إلى أهل رومي. رح نبلش قلت فيه، ما رح ننتهي منه، هذا بده أكثر من اجتماع، بس اليوم رح استفيد من شغلي لوصلكم شغلي، يمكن ما تعجبكم وبتمنى ما تعجبكم وبعتقد ما رح تعجبكم. رح أقرأ النص بس حتى نفوت بالجو. أنتم معكم هاي النسخة. فأقول أول شيء بس حتى تربطوا بالآخر آية من الأصحاح 10، بيقول وقتها ولكنه يقول في إسرائيل بسطت يدي طول النهار لشعب عاص متمرد، وقتها أنه الشعب تمرد على الله. فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا، وقت إيليا قال هيك، يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي أو الله في الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقصوا، كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم. منكمل بعدين. هلا بدي المقطع الأول بس فوتكم بفكرة أساسية كتير، لأنه الناس خصوصا المسيحيين، وقبلهم كان في اليهود، وقبلهم كل دين، وبعدهم كل دين، بفكروا مثل بعضهم. ناس انت كمسيحي ما بيميزك عن حدا مش مسيحي، انت مسيحك مميز عن غير آلهة، بس انت مثلك مثل كل الناس. لاحظوا الحديث يلي استعمله بولس لأهل رومي من قصة إيليا النبي، قال له كل قتلوا أنبياءك وهدموا مذبحك بقيت أنا وحدي لم دافع عنك. أكبر إحساس يؤدي بك إلى تضيع بالعنوان غلطة الطريق وقتها تعتبر أنه أنت يلي عم بتدافع عن الله، أنت وحدك اللي عم بتدافع عن الله. قال له في 7,000 ركبي ما حنوا رجل، ما حنوا ركبهم للبعل. بعل يعني الإله الوثني، يعني ضلن لإلي، ركعن لإلي. إذا اتفقنا هون لنأسس بالحديث هلأ، هيدا يا إخوان لب وعمق عمل يسوع المسيح على الصليب، هو أنه الخلاص للكل. لا أرجع أكد، الخلاص للكل. ولأنه الخلاص للكل، من يحدد من هو مخلص أو غير مخلص هو الله. من يحدد من هو المؤمن وغير المؤمن هو الله.
ما أعطانا سلطان الله نحن نعرب الناس إذا كانوا مؤمنين ولا مش مؤمنين. وكل مشكلتنا مع الناس ومع نفسنا لأنه كلها بدنا نقرر مين مؤمن مين مش مؤمن. لأنه بس تقرر مين مؤمن ومين مش مؤمن أنت شو عم تعمل؟ عم تاخد محل الله. ما تربح الله جميلة إنك مآمن فيه حتى تاخد مطرحه. أنت مآمن فيه حتى تاخد مطرحه وحطت لك إيه؟ بس مش مطرحه. مشان هيك ما فيك تعرب الناس. مين بيقول لك قلب هالشخص شو فيه؟ مين بيقول لك داخله شو؟ علاقته مع الله كيف؟ أنت أكتر شي فيك توصل لشو؟ للظواهر، للمظاهر، للأعمال، للسلوك. أنت بتعرف عمق الشغلة؟ ما حدا غيره. ونشكر الله إنه ما في حدا غيره بيعرف خفايا القلوب. أنتوا تحكمون على الظاهر دايماً. بمجرد ما أنت تحكم على الظاهر لأنك ما بتعرف دواخل القلوب جوا، حكمك منه عادل، حكمك منه مضمون، رحمتك منه مرتبطة بمبادئ، رحمتك مرتبطة بمصالح، شو اللي بفيدك وشو ما بفيدك، حبك مرتبط شو اللي بفيدك وشو ما بفيدك. مشان هيك انت بتحب واحد اليوم بكرة بتكرهه. الله الوحيد اللي بحبك اليوم وبكرة وبعد بكرة ومش مرتبط حبه بأعمالك ولا بنواياك ولا بقلبك. مشان هيك ما في الله غير الله، لا إله إلا الله بس. أن تكون أنت منطقك هو مثل منطق الله، وهذا لازم يكون، أما نحن فلنا فكر المسيح، وهي بولس بيقوله أنه تكون عندك منطق مثل منطق الله، هذا بيجعلك قاطع صلاحية الحكم من عندك. ما بتعرف تحكم، ما بتقدر تحكم، ما بتحكم على الناس، لأنه ليس من شر مطلق في أحد، وليس من خير مطلق في أحد، كل واحد فيه شر وفيه خير. المشكلة بيننا وبين الله نحن منشوف الشر ومنركز، هو بيشوف الخير وبيركز. انت بتعمل 99 عمل منيح وعمل وحيش، الناس بيشوفوا العمل وحيش وما بيقعدوا يغفروا لك. الله بيشوف فيك 99 عمل وحيش واحد منيح، ما بيطلع غير الواحد المنيح وبقرر يغفر لك بسبب هالواحد المنيح. اذا منطق مختلف، الا اذا انت كان عندك منطق الله. بس شوفوا تعاملكم مع بعضكم البعض يا ناس، هيك بقلنا تحاولون ان تظهروا امام الله انكم انتم اللي عم بتدافعوا عنه، تكتشفون انه الموضوع مش الله، موضوع وجودكم، طريقة وجودكم، كيفية وجودكم، اهمية وجودكم بلباس التقوى. اليوم عم بيقلنا بولس 7000 ركبة كانت ركع على الله، وبيظن مين؟ إيليا النبي، انه هو اللي عم بدافع عن الله. اذا قدرتوا تفهموا عمل المسيح على الصليب ترتاحوا من الدينونة، ترتاحوا من الظنون، ترتاحوا من الحكم المسبق. جربوها، فكروا فيها. المسيح على الصليب أعلن، أعلن الغفران لقاتليه ولم يتوبوا. ما قال لهم اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا، لم يتوبوا ولم يعتذروا، وأعلن الغفران لهم. لأنهم لم يتوبوا ولن يعتذروا أعلن الغفران لهم. بده حجي للغفران، واحد تغفر له وقت بيعتذر،
اني ما اعتذروا. شو ليه احجي؟ ليه احجي انهم لم يدرون ماذا يفعلون، لا يدرون ماذا يفعلون. هدول مين؟ صالبي المسيح. لقالهم حجي للغفران. الانسان بيدور على حجي للحكم وليس للغفران. إذا أنتوا فهمنين أنكم من أتباع المصلوب ما بتقدروا تعملوا حكم. إذا أنتوا فهمنين أنكم من أنباء من أتباع الصالب بتدينوا الناس، لأنه هو اندين على هالأساس. إذا يلي بدي إيه وصلكن إيه، هيدي مسؤوليتي اليوم وصلكن. كل موقف تاخدوه في إيديني، روح إيديني، أنتوا عم تعملوا تمرد على الله. لو كنتوا أقدس القديسين أنتوا عم تخربوا له مملكته ومشروعه لله. إن روح الإيديني بيمنع الخاطئ من التوبة، روح الرحمة ولو لم يتب بعد تعطوه مجال للتوبة. ما في غير اللطف، ما في غير الحب بيقدر يفتح مجال للخاطئين أن يتوبوا. هلأ من ميلة تاني، الكنيسة شو هي؟ هم جماعة من الخطأ يتنقون، بس مش جماعة من المؤمنين بالرب يسوع، لأنه أنتوا بتعرفوا مين المؤمن مين مش مؤمن، بس أكيد خطأ واضحة. يعني في ضماني أنه كلنا خطأ، بس ما في ضماني أنه كلنا مؤمنين أو غير مؤمنين، ما بنعرف. وإذا ما بتعرف ما فيك تحكم. إذا الكنيسة جماعة من الخطأ يتطهرون يتنقون بكلمة الله وروحه. مش إن هيك؟ هيدي الجملة شو بتعمل؟ بتعمل فيك أنك أنت مثلك مثل غيرك. إذا أنت مثلك مثل غيرك، على أي أساس بتحكم على غيرك؟ رجعنا على نفس النقطة. هيدا بيعني إذا مفكر أنه بعض الأعمال اللي بتعملها بالكنيسة بتعطيك امتياز على غيرك، أنت فهمان الموضوع غلط، لأنه الأعمال ما بتخلص، النعمة تخلص اللي تبتي من المسيح. والنعمة أمطر الله علينا جميعا نعمة. مين بيستلقى مين ما بيستلقى برضو ما بنعرف. يعني كل هم اليوم طلعكم من هون بقلق بحيرة، انه كيف يعني ما رح نقدر نقفر حدا؟ لا، ما رح تقفر حدا. اذا ما رح تقفر حدا يمنع علينا التعامل بحكم مسبق. شوفوا كيف الدنيا بتتغير، شوفوا كيف الامور بتتغير. حتى لو بعلمك بفهمك بخبرتك بمعلوماتك عندك شيء عن هالشخص، أنت لا تتعامل معه على أساس أفعاله، أنت تتعامل معه على أساس أهمية وجوده بعين الله مش بعينك، لأنه بعينك ما بالضرورة تكون أهمية وجوده. أهمية وجوده بعين الله، أهمية وجوده بعين الله هي سبب وجوده. لو ليش موجود؟ كل إنسان بيصير يدب على الأرض، يمشي على الأرض، صار على مستوى يسوع المسيح كائنا من كان، هيك الله حاطت مشروعه. بتقلي بس ما آمن. بعدنا عم نحكي بالقصة. طيب ما عرف، ما آمن، بس انت قطعت الأمل؟ تعرف الله بأي طريق بده يوصل له؟ ليش كيف وصل لك الله؟ في طريق كلنا نفس الطريق؟ أبداً.
أكبر الملحدين كيف آمنوا، أكبر المجرمين كيف آمنوا، أكبر الوثنيين كيف آمنوا. شوفوا الرسل وين كانوا وين صاروا، شوفوا القديسين اللي بتعلقوهم صورهم على الحيطان مين إني. نحن منحب نسأل شو كنت، الله بيسأل شو أنت. هيدا الفرق. لو منتعامل مع بعضنا البعض على هالمستوى قد الأمور بتتغير. الرحمة لا تعني أن تغفر الخطايا فقط، الرحمة تعني أن ترى الإنسان بعيون الله. إذن الله ما بيشيل الأمل من حدا. لك رح قلكن فرضية بس لوصلكن الفكرة. شفت لو يهوذا تاب كان قبله الله. يهوذا اللي سلمه لو راح وبكى بكاء مرا وتاب كان قبله، لأنه غيره عمله قبله الله. يهوذا ندم ولم يتب. في فرق، ندم على غلطة وبقي هناك ما راح عند الله. التوبة هي أن تذهب، أن تعود. تاب شاب بالعبري يعني عادة، أن تعود إلى الله. بطرس عمل نفس خطية يهوذا بس من وجه آخر، إنه واحد دز عليه وواحد تخلى عنه، شو الفرق؟ وواحد هرب، شو الفرق؟ كله مثل بعضه. الفرق ما بعد الخطيئة. واحد صدق القول يلي قالوا، أين نذهب وكلمة الحياة عندك يا رب؟ مش هيك قالوا إياها؟ حتى بعد ما خطي وتخلى عنه قرر بطرس أين يذهب وكلمة الحياة عندك؟ رجع له. يهوذا اعتبر لا حياة بعد خطيته. يعني القصة مرتبطة بخطيته، ما انها مرتبطة بموقف الله تجاهه. هيدا الإنسان، الفرق بين الإنسان الذي لا يعرف رحمة الله والذي يعرف رحمة الله. الذي لا يعرف رحمة الله هو يلي خطيته غطت له عيونه عن الرؤية، واللي بيعرف رحمة الله خطيته كشفت له الرؤية عن عيونه. هذا الفرق. مش انهيك، لا تيأس يا إنسان مهما حصل معك، طالما محبة الله ورحمة الله ضمنا، ضامنينا. انتبهوا، انتوا ضامنين رحمة الله ومحبة الله. ضمانكم لهيدي ما بيجعلكم تستغلوها. ضمانكم لهالشغلة بيجعلكم تتخلوا عن وضعكم وتذهبوا إليه. انت ورايح لعنده، إذا طلعت يمين وشمال وشفت ناس بعد ما راحوا لعنده، ما فيك تدينهم، تشفق عليهم وتصلي من أجلهم وتساعدهم على الذهاب معك. الدنيا هيك، الدنيا هيك، تصطلح هيك. تعوا شوفوا المشاكل بالكنيسة، تعوا شوفوا الناس بين بعضها. عم بحكي يلي تابعين لالله، أنا ما بخوفني إلا أتباع الله. يلي تابعين لالله وقتها بيختلفوا وبينقسموا. هو الله الموضوع حجة. حتى الكنيسة وقتها انقسمت، هلا بقولوا عني هرطوقي، حتى الكنيسة لما انقسمت فكركم كان الله الموضوع؟ العقيدة ولازم بالعقيدة ونحن نحافظ على العقيدة. شو العقيدة؟ لباس بتلبسه لتخبي سلطك، نفوذك أو عشقك أو شهوتك للسلطة وشهوتك للنفوذ وشهوتك للمال. مشان هيك بتلبس لباس التقوى
ولباس حماية الله، وبدك تدافع عن الله لأنه في غيرك غلط بحق الله، حكي شيء بالعقيدة غير ما أنت بتآمن، مشان هيك أنت بتحس بخطر على الإيمان، بدك تدافع عن الإيمان. شو بتعمل باللي قدامك؟ يا بتركعه يا بتلغيه، مش بتتحاور معه. أنت وعم تتحاور معه شو بكون عندك؟ راح أعطيك شوية وقت حتى تتوب وترجع تفكر مثل ما أنا بفكر. هذا العمل بكل شيء هيك. الحوار أساسه يا أخي، أنا معي حق بس يمكن يكون غلطان، وأنت غلطان بس يمكن يكون معك حق. هذا الحوار مبلش هون. هيك ما بقعد حوار. إذا أنا معي حق وأنت غلطان بدي أقنعك لتصير مثلي، هذا ما اسمه حوار، هذا اسمه عرض مواقف. وهيدا ينتج عنه هالحالتين، إما الركوع إما الإلغاء. والإلغاء إذا ما عندك قدرة تلغي برصاصة، بتلغي من فكرك، بتلغي من اهتمامك، بتلغي من عالمك اللي أنت رسمته. مشان هيك بصير في عداوة وخصومات بين الناس. تعوا شوفوا العداوات شو هي، شو هي، كيف الناس تتخانق. ما كلنا منصبين فيها، بس كي تعوا فكروا بحدا متخانقين معه، عمل لي شلي حط لي، في غير هيك؟ طيب انت ليش صرت مثله؟ جبرني. اذا انت القيم تبعيتك كانت موسمية، القيم منا مرتبطة بعلاقتك مع الله، كانت مرتبطة بماذا يفعل الناس بك. اذا كان عندك وهم. اما الذين يتعلقون بالله وبمبادئه وبفكره ما بهزن تصرف الناس. مش عم بقلك تقبل اخطائهم، لا، انت ترفض الغلطة، ترفض الأذية، ما بتساوم على الغلط وعلى الصح. بس هل انت تصير انسان اخر بمجرد تصرفهم؟ يعني بتتحول الى ديان وعلاقتك مع الله ما بتسمح لك تكون ديان، بتتحول الى مقاصص ومعاقب ومنتقم وكاره وحقود، علما انه انت علاقتك مع الله ما بتخليك تفوت بولا فوت من هالفوتات. ده وين رايحين؟ حالة التغيير اللي بتحصل داخليا بسبب إيمانك، بسبب معرفتك لكلمة الله، بسبب صلواتك، بسبب كل شيء له علاقة بالله. السؤال، هل يحصل التغيير؟ هل حصل؟ إذا حصل ليش بيرجع بيتغير كما كان بسبب تصرف حدا؟ يا خي منختلف، منتناقش دايما دايما. الخلاف هون، ما تنزلوه شبر، ما تنزلوه على القلب. بس ينزل على القلب حتى لو زبط الفكر، البعد صار كتير صعب. هيش تتذكروا مرة قلت لكم شغلي انه ليش الناس يكون حد بعضها وقت يغضبوا بصير يعلوا صوتهم؟ ما هو حدك. وليس الناس بحبوا بعضهم بيكونوا حد بعضهم بيتهامسوا، واللي في غضب بعيته، لانه اللي في غضب القلوب ابتعدت، فكروا المسيح صارت بعيدة، بعيته ليسمعوا لانه القلوب ابتعدت. اما اللي بيتحابوا بيوشوشوا بعضهم لانه مقتنعين القلوب قريبة، مش هناك وقريب. تعوا بس فكروا ليش بصير هالشي؟ ليش بتحرز انا اخسر كل ما استلمته من نعم ورحمة الله ومحبة الله وليس لي فضل بذلك؟ انه فكركم الله رحمني وانعم علي وحبني بسبب قداستي ولا بسبب تعتيري وخطاياي؟ بسبب تعتيري وخطاياي. بتزيد محبة الله كل ما تزيد خطيتي، بتزيد رحمة الله كل ما تزيد خطيتي.
انت بتزيد نعمتك وبيزيد حكمك، كل ما تنقص من غيرك احساسك انه بحبك وبيسمع لك، ما ضروري يكون خاطب حقك، ظلم ما بعده ظلم. مش ان هيك، من لم تحرقه جمرة الحب الالهي ومن لم تحرقه جمرة الرحمة الالهية لا يستطيع ان يحب ولا يستطيع ان يرحم، هو فقط يدين ويحكم، اذا يتمرد على الله، لانه هيدي بعدها من صلاحية الله وما حدا بحق له ياخذها. قداسة الله اعطاكم اياها، ورثوا اعطاكم، لك الملكوت اعطاكم اياه. بسألكم تركوا لي شغلي، هيدا القعدة على العرش والحكم بترجيكم ما حدا يقرب عليها. محبتك اقل لانه بعد هيدي ما اعطيتنا اياها، لك لانه محبتي كبيرة ما اعطيتكم اياها، لو اعطيتكم اياها ما بضل حدا يخبر من وراء ظلمكم. وانتو بتعرفوا ليش الناس كتير مفيد انه ما تعرف خطايا بعضها. تخيلوا، انا اخوري ابراهيم سعد صار 10 سنين بحكي بالانجيل، هون صار 27-28 سنة بحكي بالانجيل بكل لبنان وبكل سوريا وانطاكيا. خلي حدا يكتشف خطية من خطاياي شو بصير فيه، كله يذهب سودا. شو عم تقولوا لي؟ فكم بالأحرى الناس العاديين عندكم. أنا ما عم بقول لا اقبلوني لأنه بدي أختي عم بسمسر، لا، أنا عم بقولكم كيف جمرة الروح حرقتكم وقدي حرقتكم. إذا نحن بداية تأسيسنا لهالإصحاح الصعب هو مفهوم إنه يا خيي في غيرك بحب الله وأكثر منك، في غيرك مآمن بالله وأكثر منك وأنت ما بتعرفه. هي اللي حرق لك قلبك إنه ما بتعرفه، حابب تعرف مين بس، مش حابب تعرف مين لا تتعذى فيهم، لا، حابب تعرف مين لا تفش خلقك بالباقيين. يعني عندك روح الانتقام، روح الدينوني، مش عن عبس، قلت لكم اياها، مش عن عبس لبسوا الخوار نسود، مش عن عبس، ده يقولوا لهم يا حبيباتي لك اذا لبسناك اسود الغبرة البيضة الصغيرة بتبين عن بعيد لكل الناس، فانتبه انتبه، لبسناك اسود حتى تنتبه من هالغبرة الصغيرة، لانه الناس لا ترحم. والناس بعقلها شو بيحبوا يعملوا؟ بيحبوا يعملوا رجال الدين عليهم هالي. ليش؟ لانه اذا غلطوا غلطة الحكم يكون اقسى بكتير، بحبوا هيك. بقول لك يا خيي بس ما الخوري انسان، ايه بس الخوري اختار، طيب انا ما عم برر خطيته، انا عم بقول لك انتبه لانسانيته، لاهمية وجوده بعين الله كخاطئ، مثل اهمية وجودك بعين الله كخاطئ. انا مثلي مثله، نعم مثلك مثله، بس ما بيصير هو لانه رجعنا على الدينوني. اذا نحن بزمن غاب عنا عمل الله على الصليب وتذكرنا اننا نحن من ندافع عن الصليب. انتوا بدافعوا عن الصليب؟ شايفوا لو بيظهر المسيح وبخبركم شو عم تعملوا فيه؟ كان ويل لنا، ويل لنا. كانوا اليهود أكثر لطفا به منا نحن، طبعا لأنه هن تحججوا إنه ما كنا عارفينه، مش إن هيك ظلمناه. انتو شو الحجة؟ ما كنتوا عارفينه؟ بس لأنه عارفينه ظلمناه نحن، إني لأنه عرفوه قتلوه. طبعا اليهود عرفوا المسيح أنه رب المجد، لغوه لأنه ما بيناسبهم. ليش مش هيك بنعمل نحن؟ أحلى صلاة من صليها، أبانا الذي في السماوات خليك فوق،
مش يقولنا نزلوا لتحت، لكن نزلوا على عالمنا، نزلوا على حياتنا، ندخلوا بتفاصيلنا، بيخرب لنا حياتنا. المسيح فيروس بيغير نوعيتك اذا دخل على جسمك وعلى كيانك. انت شو بتحب تعمله؟ بونبوني لذيذ، حكيك حلو ابونا، الصلاة شو حلوة، القداس شو كان ناعم، شو رايح تعطي رأيك بشو انت؟ مش عارف انه الكلمة اللي بتسمعها اللذيذة وقتها بتكلها طيبة بتوصل على احشائك مرة، لانه بدها تفتفتك من جوا. مش هيك قال الكغال القتاب؟ مش هيك قال صاحب الرؤية؟ اكلت السفر كان حلو، ولما وصل الى احشائي كان مرارة. اكتشفت وين انا، ان احنا يا اخوان، انا ما عم بقلكن الا بس شغلي، اختطلعوا بالناس بعين الله. وهي عين الله مش انه عم نجبركن فيها، عين الله يلي لبسكن اياها وقت اعتمدتوا، وقت امنتوا، وقت قبلتوا، وقت ستسميتوا على اسمه المسيح يسوع. وقت انصلب، وقت قام، وقت صعد الى السماوات، وقت ارسل الروح القدس، كله عمله لاجل مين؟ لاجل كل ذي جسد، كل جي ذي جسد. انتبهوا، وقت بقول هيك يعني ما تفهموني غلط، بمعنى انه يعني هدول اللي عم بيقتلوا المسيحية واللي عم يهدول هن يا خي، هو هيك اتطلع فيهم، هن ما قبلوا. مش عم بقلك شرع لهم قتلهم، شرع لهم ظلمهم، لا، انت ضد الخطية وبتحارب ضد الخطية، ولكن الخاطئ كإنسان على القليل انظرنه بعين الرحمة فقط لأجل فتح نافذة لعله يتوب، مش عم تقبل وضعه. أنا ما عم بقول وضعه، ليش يسوع قبل حدا هيك؟ ما كالمرأة الزانية لما رجموها قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر، بس خلصوا راحوا استحوا، شو قال لها؟ اذهبي ولا تعودي. مش عم بيلعب الإنسان يا عمي. الله ورط حاله بورطة طويلة عريضة، هو الحب الإلهي ورطة، بس مش ورطة هو عمل حاله فيها، ورطة لأنه طبيعته هيك. إلهكم اللي بتعبدوه طبيعته محبة، مش عمل عمل محبة، هو كائن محب، كائن محب. لمن قال خلقنا الإنسان على صورتنا ومثالنا، ما تفوتوا باللاهوت وبالعقيدة وتضيعوا الدنيا، يعني على صورتنا ومثالنا كائن محب، هيك كان الله بحب يعمل الإنسان مثله، بحب. شو اكتشف أول صدمة؟ آدم قال له هيدي المرأة اللي جبت لي إياها هي اللي طعمتني، لك المحبة. قبل قال له هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي، بس إجت الشهوة وإجت المصلحة وإجت الكبرياء، قال له هذه عليها خربت للدنيا. ابنه قايين قتل هابيل، ليش؟ هيدا يلي انت طلعت عليه بطريقة انا مش عجبتني، قبلت له عمله وقيسوا كل الدنيا. يسوع المسيح قتلوا ليش؟ هيدا يلي بيقول انه نهار السبت فيكن تشتغلوا، هيدا ضد الله، نحن عم ندافع عن الله. هيدا يلي قال انا ابن الله عمل حاله مثل الله، نحن عم ندافع عن الله. بس تفوت بفكرة تدافع عن الله انت متمرد وعاصي لله. كل الاصوليات هي اكبر عدو لله، كل المتعصبين اعداء الله، وهن المتعصبين اللي همهم يدافعوا عن الله.
انت بدك تدافع عن الله في 7000 ركبة قاعدة، انت بدك تدافع عني يا إيليا النبي؟ قال له رح كون لطيف معك حتى مع إيليا، رح رقيك اعملك كاردينال بس شيلك من البطركية انه بطلعك على مركبة فضائية بتنبسط فيها انت والناس، بس بتبطل نبي بجيب واحد تاني محلك. مش عطول كلت رقاية شي منيحة؟ شوفوا هدول المحطرين اللي بيجيبوا لهم دروعة خوري خوري مثلا ختيار بيعملوا له حفلة وعشاء وبيجيبوا له درع، واحد طلع تقاعد بيجيبوا له درع، بيكون عم بنحت كل سنين عمره ما حدا بيقدم له شغلة، بس يخلص بيجيبوا له الدرع. شو يعني الدرع؟ شرعنا لك الغائك. ضحك على الدقون. كان في خوري بعرفه يعني علمني كتير من وراء تواضعه، لأنه هو قد بيي وكان يسمع لي، هاي الشغلة نادرة. قال لي نهار الأحد الجاي دفني. لك شو دفنك؟ قال لي بده يكرموني يعطوني درع. عطوه الدرع، ما في شهرين ثلاثة مات. ايه يعني بترقي الواحد تعطيه درع؟ مش على طول. إيليا النبي أخذ درع، قال له يلا زحت في غيرك، لأنه إيليا النبي قرر يدافع عن الله. انتهى دوره. انتبهوا، حتى القديسين بينتهي دورهم، ما الله ما عنده مش شو دقن ممشطة. انت بتدافع عن الله، انت بتشهد لله، ما بتدافع عن الله، بتشهد لله. ودائما الشهادة لله نتيجتها صلبك، الدفاع عن الله نتيجتها صلب غيرك. بعيدة، أن تشهد لله نتيجتها بتنصلب أنت، أن تدافع عن الله نتيجتها بتصلب غيرك. أنت مؤمن بحق لك تقول إيه أو لا، بس فلان مؤمن تقرر فت بقصة الدفاع عن الله. انتبه، اجى وقت الدرع. ان شاء الله ما بتستلموا درع بحياتكم. شكرا. اليوم يكفي شر هذا اليوم.